للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك معنا أستاذ جمال. إدارة الحوار الوطني غدا ستعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ما أهم بنوده؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، تفضل. في الحقيقة الجلسة غدا عندنا جلستين الحقيقة، من الساعة 12 حتى الساعة 7 مساء، ودي جلسة خاصة دعا إليها مجلس الأمناء يوم السبت الماضي استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحالة أو توجيه الحكومة بإحالة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب إلى إدارة الحوار الوطني. الجلسة شارك فيها يعني مجموعة من المتخصصين والخبراء في التعليم والتدريب، وبالإضافة لكل المتخصصين أيضا من كل القوى السياسية ومسؤولين الأحزاب والأطياف السياسية على اختلاف مشاربها. وهيتم عرض الثمن بنود لهذا المشروع المقترح للوقوف عند يعني صلاحية هذه البنود لهذا المشروع. ربما تكون في هناك إضافات من قبل المتخصصين والخبراء والسياسيين وغيرهم. الهدف من النقاش هو يعني الوصول إلى أفضل صيغة مناسبة لمشروع القانون والوصول إلى أفضل نتائج من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصة أنه يهدف إلى يعني الاستراتيجية العامة للتعليم بشقيه، التربية والتعليم والتعليم العالي، أيضا في ربط التعليم والخريجين بسوق العمل، وضع ضوابط منظمة للعملية التعليمية في مصر، خاصة أنه يعني نتحدث عن قضية تهم كل بيت مصري وهي قضية التعليم، التي يعني لا أحد ينكر أنها تتصدر اهتمامات المواطن. والحوار الوطني يهدف إلى يعني تقديم كافة المساعدات والخدمات الجيدة للمواطن المصري. نعم أستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.